للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا السيد محمد مشينش. اهلا بكم سيد مشينش الى استوديو الرافدين. تظاهرات واضرابات وبيانات رافضه لصفقه القرن وورشه عمل البحرين الممهده لصفقه القرن، كيف تقيم الموقف الشعبي العربي الرافض لهذه الصفقه؟ سيد محمد تسمعني؟ نعم الان اسمعك. اعيد عليك السؤال، تظاهرات واضرابات وبيانات رافضه لمؤتمر المنامه وايضا لصفقه القرن، كيف تقيم الموقف العربي الشعبي الرافض لهذه الصفقه ولهذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بلا شك ان دائما وكما عودتنا الشعوب العربيه انها اكثر وعيا من الانظمه العربيه، فاليوم الشعوب العربيه وحتى الشعب البحريني الشقيق قد أوضح موقفه بشكل واضح من صفقة القرن ومن الورشة التي تعقد على أرضه، وكذا الحال في جميع المنطقة. هناك تظاهرات عمت جميع المناطق العربية وحتى في أوروبا، هناك رفض لمثل هذه المشاريع التي لا تهدف إلا إلى استئصال القضية الفلسطينية والانقضاض على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية واحتلالها. لذلك حقيقة نحن نشعر بأن هناك وعي لدى الشعوب العربية والإسلامية بدا واضحا هذا من كل الحراك الذي تم على مستوى الشعبي وحتى على المستوى الرسمي في بعض الدول، وحتى الدول التي شاركت على استحياء كان هناك رد فعل في دولها واضح، كان هناك مظاهرات وكان هناك رفض تام لمثل هذه الورشة، لأن ما عاد تنطلي على الأمة مثل هذه الأكاذيب وهذه المسرحيات. نعم، رسالة كوشنر في افتتاح ورشة البحرين للفلسطينيين قال بأن ترامب يريد الخير للفلسطينيين، لماذا ترفضون مشروع كوشنر وترامب؟ ترامب الذي يريد الخير للفلسطينيين قد سلبهم عاصمتهم القدس الشريف، القبلة الأولى للمسلمين ومعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرض المحشر والمنشر، سلبها منهم، ثم قال أن هؤلاء الفلسطينيين الذين خرجوا من عام 1948 هم فقط الذين عاشوا الآن، هم فقط الذين لهم الحق في التسمية كلاجئين وعادة تسمية اللاجئ، واستثنى 7 ملايين فلسطيني موجودين في الشتات من حق العودة إلى وطنهم فلسطين، ويريد أن يلغي الأونروا التي تخدم 5 مليون لاجئ فلسطيني موجود في محيط فلسطين، ثم يقول أن ترامب لم ينسى الفلسطينيين وهو يتذكرهم. واضح أن الذاكرة التي لدى ترامب أو ما يريد أن يقدمه ترامب للشعب الفلسطيني هو إلغاء هويتهم وإلغاء تاريخهم وشطب حقوقهم وإلغاء حتى تمسكهم بمقدساتهم. نعم، هذا المشروع مبني على فرض الاستقرار في المنطقة لا سيما في غزة، ما هو موقف سلاح المقاومة وما الذي بيد سلاح المقاومة لإيقاف هذه الصفقة؟ والله يا أخي شوف، نحن اللي يعني دائما إخوانكم شعبكم وأهلكم في فلسطين قد عودوا الجميع أنهم الصخرة التي تتكسر عليها كل هذه المشاريع التي من شأنها أو التي يراد بها أن يشطب هذا الشعب أو أن تلغى حقوقه وأن يكون هناك غلبة وسيطرة للكيان الصهيوني. سبقه مشروع أوسلو وكان عليه جزء من شعبنا الفلسطيني موافق عليه ولم يستطيعوا أن يمرروه، وذلك لأن إرادة هذا الشعب لن تنتهي ولن تتوقف وهو مستمر بالمقاومة حتى التحرير. ناهيك عن أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة الشريفة يعي جيدا مثل هذه المشاريع ويعي جيدا خلفياتها ويعي جيدا هذه المؤامرة التي يريد أن يغلفوها بالغلاف الاقتصادي، ويظن بعقلية ترامب التجارية وعقلية صهره جاريد كوشنر أن هذه الشعوب يمكن أن تباع وتشترى، ولكن هيهات، هذه الشعوب التي تبذل منذ 100 عام يبذل الدم ويبذل الشهداء كل يوم، لا يمكن أن يفرطوا بحقوقهم ولا يمكن أن يفرطوا بتاريخهم ولا يمكن أن يفرطوا بحقوقهم من أجل حفنة من الدولارات. نعم، ما كل ما استعرضه كوشنر، لم يأتي كوشنر على ذكر الدولة الفلسطينية التي ستقوم على تنفيذ هذا المشروع، بماذا يفسر ذلك؟ أنا أظن حقيقة يعني من قراءتي للخطاب الذي أدلى به كوشنر واضح أن الفتى لا يعرف
بسياسة المنطقة ولا يعرف تاريخ المنطقة، وبالتالي هو يتخبط. وهناك أسئلة كبيرة لم يجيب عليها ولم يطرحها أيضا. يعني كل هذا الذي يتم بهذه الطريقة وهو قد تجاوز أهم معضلة، هناك حالة احتلال، ما هو قولك في هذا الاحتلال؟ هو ينظر إلى المشكلة من طرف آخر ولا ينظر إليها بشكل مباشر. هناك احتلال، هناك أرض مغتصبة، هذا الاحتلال جاثم على صدر هذا الشعب، فكيف تريد أن تعالج الاقتصاد؟ وهذه طبعا بالمناسبة هذه نظرة نتنياهو بالضبط، ولا يطرحها من اليوم، نتنياهو يطرحها من زمان، من أكثر من 10 سنوات. هو يريد أن يفصل الحل السياسي عن الحل الاقتصادي. لماذا؟ هو يريد أن يستخدم الطاقة البشرية الموجودة في المنطقة، ويريد أن يفرض حل على الأرض، ولا يريد أن يعطي أي شيء في 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 السياسة. حتى مشروع أوسلو الذي نرفضه طبعا ولا نقبل به نحن، حتى أوسلو نتنياهو عندما بدأ يتمكن من بعض العناوين قال نحن لسنا بحاجة لأوسلو اليوم، نحن بحاجة إلى سلام اقتصادي. ووافق عليه بعض، للأسف بعض من المسؤولين الفلسطينيين، وأنا أقول اسمه سلام فياض، كان يريد أن يسير بنفس المسار ولكن لم يستطع. يعني اليوم جاريد كوشنر لم يأتي بشيء جديد، هذا هي خطة نتنياهو من زمان وتفشل إن شاء الله. شكرا لك سيد محمد مشينش، رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.